تتوجه الأنظار اليوم الجمعة إلى مجلس الأمن، حيث سيتم عرض مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة. القرار الأمريكي يتزامن مع تزايد الضغط الدولي لإيجاد حلول سريعة وفعالة لوقف الدمار والمعاناة في غزة، لا سيما في شهر رمضان. وبحسب تقارير، لم يكن الوصول إلى مشروع هذا القرار سهلا، فالمفاوضات والتشاورات المكثفة كانت وراء كل كلمة في صياغته، إذ منذ رفض الولايات المتحدة القرار الجزائري لوقف إطلاق النار، تفاوضت أمريكا مرارا وتكرارا على نص بديل، كما تم تعديل المسودة المرتقبة للقرار أكثر من مرة. ويهدف القرار لوقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بتأمين المساعدة الإنسانية الأساسية. ووفقا لمحللين أمريكيين، يدعم القرار بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى وقف مماثل لإطلاق النار، على صلة بالإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين.